في الدنيا وما فيها وفقرة دوت نت. احنا ختمنا ساعتنا الاولى وحكينا على الاخبار الزيفة اللي تم تداولها على لي ريزو سوسيو في علاقة بصغيراتنا. دونك تم تكذيب الخبر من قبل مراسلنا، هذيك علاش ديما نستدعاكم تثبتوا من صحة الاخبار المتداولة. وحاجة بركة سهلة انكم تدخلوا ديما على موقع جوهرة فام تلقاو الاخبار، ما نجريوش وراء البوز او فقط باش يكون عندنا سكوب، لا نحن نثبتوا من الخبر ويكون كالعادة من المسؤول وتكون الاجابة من عند مختصين. احنا الحقيقة زيدا باش نكونوا هكا مع مواقع التواصل الاجتماعي ولكن في موضوع بعيد يمكن على تونس، نحكيو على فنانة يحبوها توينسا كانت حاضرة من خلال مهرجان قرطاج، نحكيو على شيرين عبد الوهاب اللي اليوم هي حديث مواقع التواصل الاجتماعي. أزمة كبيرة قاعدة تعيش فيها شيرين. الحقيقة فما أخبار صحيحة وزيدا كيف كيف فما أخبار مش صحيحة، ذيك علاش معنا من مصر وسعداء جدا يكون حاضر على موجود جوهرة فام مصطفى الكيلاني صحفي وناقد فني باش يوضح لنا صحة الأخبار. نقول له صباح النور. صباح النور يا جميل، ازيك؟ شقولكم في المصري؟ شقولكم في كلمة العسل؟ الحمد لله. احنا اشتقنا لصوتك على موجود جوهرة فام. ربنا يخليكي ربنا يخليكي، وانا مشتاق لتونس كلها والله. يلا انت ان شاء الله تكون حاضر بحذنا من خلال مهرجان ايام قرطاج السينمائيه، دونك نعرفوا انت من احباء تونس وان شاء الله تكون حاضر معنا. ولكن خلينا احنا نكونوا حاضرين وانتبهوا الاخبار اللي قاعده تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقه بالفنانه شيرين عبد الوهاب. هو الحدوته ان هي حدوتة الحقيقة من ناحية حدوتة يا مصطفى باقي العيلة خلوها ودوها في مصحة لعلاج النفسي وعلاج أثار الإدمان وكده، والمفروض إن هي بدأت علاج من أول لحظة لأنه التحاليل بتاعتها الأخيرة كانت مدمرة تماما، فكان لازم علاج وعلاج سريع جدا جدا جدا، وإلا الموضوع كان ممكن يوصل للوفاة. يعني اليوم الوضعية الصحية النفسية لشيرين متدهورة، وذلك اللي استدعى نقلها على جناح السرعة إلى مصحة عقلية. خلينا نقول هي مصحة نفسية مش عقلية، لأنه في الأخير هو هي تعرضت لانتكاسات كبيرة جدا وخدت أدوية بمعرفة الطبيب وخدت أدوية أخرى خارج معرفة الطبيب، وخلال الفترة اللي فاتت بسبب الأزمة النفسية واضح أنه كان في تعاطي لمواد مخدرة بشكل مبالغ فيه، وإحنا كنا متابعين وشايفين كل اللي بيحصل مع شيرين إن هي كل ردود أفعالها مش طبيعية وتصرفاتها فيها مشكلة كبيرة، فمن الواضح إن كل ده كان تحت تأثير أولا أدوية واضح إن هي غير مصرح بيها وكذلك أيضا مواد مخدرة تانية. كل ده تراكم وكان لازم الأسرة تتحرك، واللي حصل إنه أخوها تحرك وللأسف طلقها حاول يوقف التحرك ده حسام حبيب، بس من الواضح إنه حصلت تدخلات تانية كانت في صف أخوها، والحمد لله النيابة فرملت الموضوع يعني. هي بفرملت انه طالقها يتدخل ويخرجها من المصحة لان من الواضح انه مستفيد من حالتها كده. هو مستفيد مصطفى يعني، انت اكيد يعني طبعا لانه حضرتك النهارده لما يكون في حد على شفا الموت وبيدخل المستشفى عشان يتعالج، فحد عايز يخرجه من المستشفى ويدعي ادعاءات ان اخوها ضربها وان اخوها مش عارف عمل فيها ايه وفي الاخر لما الموضوع يروح للنيابة فيطلع كل الكلام ده كذب وان هو عاوز يخرجها من المصحة عشان ما تتعبش، لا ده شخص شريك في الجريمة. هو فما مقاطع فيديو هو في المستشفى وينادي شيرين وكأنه يعني متعاطف مع حالة شيرين وكأنه قلبه مع شيرين، دونك هذا سينما، هذه دراما عملها حسام حبيب.
بالضبط كده بالضبط كده. اخو شيرين عبد الوهاب كان حاضر في برنامج مصطفى اديب على ما اظن، وكان ادلى بتصريحات. يعني كيفاش تعاملت الصحافة، لانه نعرفوا برشا اخبار من مصر جايتنا فيما يخص اخبار شيرين عبد الوهاب، هل ما تم التصريح به الكل يعني صحيح؟ هو الحبيبة انه النيابة قالت ايه؟ النيابة لما اتعرض الامر على النيابة اكتشفوا انه كل الكلام اللي قاله اخوها هو الصحيح، وكل الكلام اللي قاله حسام حبيب هو الخطأ. صح. ماشي. انه لم يتم التعدي عليها بالضرب، لكن هي بالفعل تم اجبارها من طبيبها المعالج ومن اسرتها ان هي لازم تروح المستشفى. اليوم كيف تعامل الإعلام المصري مع هذا الخبر، وإحنا نعرفوا أنه شيرين عبد الوهاب عندها مدة وهي تراند على مواقع التواصل الاجتماعي، أنت كمحلل وناقد فني كيف ترى التعامل المصري مع خبر يمكن علاج شيرين أو طلاقها من حسام؟ أو هو الإعلام المصري متعاطف جدا مع شيرين، كمان حتى كل الفنانين امبارح منزلين بوستات تعاطف مع شيرين. لما حد حتى من انت عارفة يعني عندنا دايما بيحصل ان في اراء ناس تدخل متطرفين او الاخوة اللي بيدسوا السموم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم كسر يعني عندنا وعندكم وكل المنطقة العربية للأسف، فبيدخلوا مثلا بيشتموا فيها، فالناس بتدخل لا يعني في الاخر دي ست مريضة يعني ما حل لها ولا قوة يعني كتير جدا. هو اللي بدأ هو أصلا أول موقع نشر الحقيقة بالتفصيل كان موقع في الفن والأستاذ الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى حمدي، وهم اللي تابعوا الموضوع من البداية، حتى أنه برنامج عمرو أديب خد من موقع في الفن. وبدأت لما ظهرت الحقيقة وبدأت الناس تعرف، ففي حالة تعاطف جماهيرية، الناس العادية كلها متعاطفة معها جدا، ونفسهم انه موهبة كبيرة زي شيرين واحدة من اهم الاصوات في الوطن العربي كله. موهبة ما فيش حد يختلف عليها اكيد. نقدر نقول انه هي يعني متفردة في فنها، محتاجة ان هي موهبتها محتاجة ادارة، وللأسف ما تعرضت لي في حياتها الشخصية اثر كتير كتير على فنها. اتمنى ان هي ترجع ان شاء الله، ويكفينا انه اخر حفلة ليها كانت في قرطاج، وهي شافت بنفسها دعم الجمهور التونسي ليها اللي كان دعم غير عادي، بعيدا بقى عن كل الحاجات اللي حصلت واللي اتقالت على مواقع التواصل الاجتماعي وشوية الحاجات اللي مش طبيعية وردود الأفعال اللي مش طبيعية اللي أصبحت بتحكم الوطن العربي كله للأسف. لكن الجمهور الطبيعي العادي بعيدا عن الصحفيين ولا الناس اللي عايزه البوز ولا غيره، الجمهور التونسي العادي هو اللي واقف جنبها ولا دعمها. هو بالمناسبه اقدر اقول انه سبب التحركات الاخيره نحو علاج شيرين من حاله الاكتئاب وحاله الصدمه اللي كانت حاصله ليها وما تبعها من علاجات كتير اثرت عليها، كان بسبب الجمهور التونسي في قرطاج. حاجة تفرح، والله حاجة تفرح إذا كان بتكون لصالح شيرين عبد الوهاب اللي أكيد سوف تخضع للعلاج. شيرين لما كانت في كواليس برنامج صاحبة السعادة مع سعاد يونس، كانت اتكلمت على إن الحفلة دي بالنسبة لها كانت حفلة مهمة أوي. صح. إن شاء الله نتمنى حفلة مهمة أوي اللي عمله الجمهور التونسي معاها واستقبالها الكبير اللي حصل والمهم، وكمان حنيتهم عليها لما كانت على المسرح. لا ده فرق كتير جدا جدا. صح. جدا معها.
ان شاء الله نتمنى واحنا شفاء العاجل خلينا نقولوا للفنانه الكبيره شيرين عبد الوهاب اللي عندها جمهور كبير في تونس في الوطن العربي في مصر اليوم. كل الحب نسوقه من خلالك مصطفى الى عائله شيرين، الى شيرين اللي ان شاء الله ترجع في صحه جيده، صحه نفسيه سورتو جيده.